مستحيل، أنا رح أحكي كل شيء لجان. مرت عمي والله أنا تعبت أعصابي، ما بقدر أعيش بكل هالتوتر. شو عم تقولي؟ ما عم بفهم عليكي شيء. مدوحتي عم تقول أزحك تفكري تعملي هيك شيء وبحياتك لا تكوني لحوحة، واللي بيمشي ورا عصبيته بيطلع هو الخسران. ليش؟ شو بده يصير أكتر من هيك؟ الكذب غرقنا كلياتنا. أنا بدي ضلني ساكتة لتهديدات فتون يعني؟ لا، رح أدق لجان ورح مرت عمي مدي حاطيني تليفوني فورا. عم تقلك ما في تليفون. ما عم صدق شو هالمسخرة هي. ابني سمعوا، هذا أحلى مشوار من روحه مع بعض، ما هيك؟ الجنينة كانت حلوة كتير. أنت شفت رفيقك هو والدادة الجديدة تبعه بالجنينة؟ هنن من جديد انتقلوا على الحارة لأني أنا مو شايفهم من قبل. بس بصراحة أنا عصبت عليها لأنه ملبسته لرفيقك تياب رقيقة. معقول يعني؟ والله بياخد برد. أنا شو عم بحكي؟ حاسس أني صاير مثل النسوان. المهم يا سمعو، رح أتصل هلأ بميسون مشان تستلمك من على الباب، لأنه أنا بدي روح لعندها نادي، بدي أحكي معها بالشغل شوي. شو هاي مشاوير وجنينة؟ يعني بالنهاية أنا الممثل المشهور جان تيكين مع شو الصبايا؟ جننوني، عملوا مني مختل ومتعلق بودرة الأطفال. ألو ميسون؟ شو وصلتي لعنا؟ رح أجيب لك سمعه هلأ، رح أعطيك إياه من على الباب وامشي. أنا وصلت بس ما رح أقدر كمل جنبك. شو اللي ما رح تقدر تكمليه ميسون؟ أنا واقفة على باب البيت بس ما رح أقدر فوت لجوا، ما فيني أرجع على مكان اتهمتني فيه رفيف خاله مني حرامية. دير بالك على حالك وبوس لي سمعه كمان. ألو ألو ميسون، استني شوي. ألو ألو. يا الله، ما كان ناقص غير هالشغلة هي. لك حتى ميسون تركتنا وراحت، عجبك؟ شايف يا سمعو؟ أخ يا رفيف أخ، كل الحق عليكي أنت، طفشتيها للبنت. ألو، مرحبا فتون، ليكي ميسون تركت الشغل. كيف؟ لك شو عملتوا فيها لحتى طفشتوها؟ طيب ماشي ماشي، أنا بشوفه وبحكي معه. وينه سمعوا هلأ؟ ليكو ليكو سمعوا معي، رح أخذه على البيت، مندير بالنا عليه أنا ورفيف. دقيت لك لحتى طمنك مو أكتر. لا جان، ما في داعي بنوب، ممكن الست رفيف يكون عندها شغل أهم، يعني ممكن ما تكون فاضية. أنت جيب لي سمعوا لعندي أحسن شي. رايحة على المكتب لعندها نادي خانم وبشوفك هنيك. باي باي. مراد طفشوها لميسون من أول ليلة، طلعت عيوني بالطول وبالعرض للقيت مربية منيحة مثلها. ليش؟ ما بعرف، أنا ما فهمت ليش. تفضل، ما عم ترد علي كمان.